أخبار كتيرة انتشرت وتم تداولها الأيام والساعات اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بتتكلم عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي. وطبعا بعض الأخبار دي كانت صحيح وبعضها ما كانش ليه أي أساس من الصحة. والنهاردة في تغطيتنا على موقع صدى البلد هنعرف بالظبط إيه آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي وأسباب دخولها للمستشفى ومين الفنانات اللي دايما موجودين معاها. فقط تابعونا. حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سهير البابلي بسبب سوء حالتها الصحية، والموضوع بدأ من عند الفنانة حلا شيحة، واللي نشرت على حسابها بموقع انستجرام بوست كشفت فيه تعرض سهير البابلي لوعكة صحية وتم نقلها لإحدى المستشفيات. الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع البوست وبدأوا يتساءلوا حول أسباب تدهور حالتها الصحية. وكشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية، وقال أن سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد المستشفيات في مدينة 6 أكتوبر، وأكد أن حالتها دلوقتي مستقرة وبتخضع للإشراف والملاحظة في المستشفى، وقال أنه بيتابع الحالة باستمرار. وبالفعل أكد على كلام أشرف زكي مصدر مقرب من الفنانة سهير البابلي، وقال فعلا حالتها صحية مستقرة بعد نقلها للمستشفى، وأنه خلال الساعات اللي فاتت ما كانش فيه أي تطور يستدعي نقلها من الرعاية المركزة لغرفة عادية، وبرضو ما كانش فيه تدهور في صحتها. ووضح كمان أنه من المتوقع أنه يتم نقلها لغرفة عادية خلال الأيام اللي جاية لما يطمئن الأطباء عليها بشكل كامل، وانها متواجدة حتى الآن داخل الرعاية المركزة وبتقوم بنتها نيفين بزيارتها. لكن رغم الكلام المؤكد ده كان في أخبار تانية ملهاش أي أساس من الصحة وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نيفين النقوري بنت سهير البابلي نفسها قالت الأخبار المنتشرة عن إجراء والدتي جراحة قلب مفتوح لا أساس لها من الصحة، ولكن تم عمل فحوصات تبين أنها مصابة بمياه على الرئة وتوقف لعضلة القلب وهي الآن بالعناية المركزة. ووضحت نيفين أن نسبة الأكسجين ضعيفة وتم إعطاء والدتها مهدئات وسيتم قياس نسبة التحسن لحالتها بعد كده. وقالت نيفين أن بداية الموضوع كان سببه أزمة صحية كبيرة استمرت من شهر ونص بسبب انخفاض في السكر عند والدتها وتسبب في معاناة قاسية ليها، وحصل بعد كده توابع وعلى أساسها فقدت والدتها الكلام وتوقفت عن الأكل. ووضحت أن والدتها كانت بتواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات بصفة مستمرة. وطلبت نيفين من جمهورها الدعاء ليها وقالت والدتي ليها جمهور كبير، ياريت يدعي لها بالشفاء العاجل، هي مش في غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب وقفت وقومها الأطباء أكتر من مرة ودخلت في مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومية على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتاخد منومات وحالتها حرجة والأكل من خلال الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي. وعن النجوم اللي بيطمئنوا على حالتها قالت إن يسرى وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها، ونقيب الفنانين أشرف زكي بيتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا. أما الفنانة حلا شيحة فهي متواجدة ومقيمة معاها تقريبا بشكل دائم وما بتفرقهاش زي بنتها بالضبط وأحفادها سارة وياسين. الفنانة سهير البابلي معروف عنها طبتها وإنها فنانة مثقفة ونموذج يحتذى به للمرأة المصرية، وده الكلام اللي وصفها به الدكتور رضا طعيمة الداعية الإسلامي وزوج بنتها نيفين النقوري. كمان الفنانة سهير البابلي قدمت أعمال فنية كتير قيمة، ويمكن من أشهرها مسرحية ريا وسكينة، وطبعا بكيزة وزغلول اللي قدمتها في قالب سينمائي وتلفزيوني مع صديقة عمرها الفنانة إسعاد يونس. بنتمنى الشفاء العاجل للفنانة سهير البابلي واستقرار حالتها الصحية. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.